خلينا نروح معاكم لهندسة المنوفية. وفريق هندسة المنوفية فاز بالمركز الأول في مسابقة الهاكاثون من خلال ابتكار صناعة آلة طباعة ثلاثية الأبعاد بتستهدف مساعدة ذوي الهمم. خلينا نتعرف أكتر عن هذا المشروع بصحبتنا المهندسة فرح تامر، المشرف على مشروع صناعة آلة طباعة ثلاثية الأبعاد لمساعدة ذوي الهمم. أهلا بحضرتك يا باشمهندسة، ويعني خلينا نسأل، الفكرة جت منين؟ بتعملوا إيه؟ بتخدموا يعني بتقدموا إيه تحديدا لذوي الهمم في هذا المشروع؟ أهلا وسهلا بيكم. هي الفكرة كلها معتمدة على إن إحنا بندخل طباعة ثلاثية الأبعاد في الأنسجة الحيوية، بمعنى اللي كان متعارف عليه زمان أو لحد من 10 سنين فاتوا، مش من زمان قوي كمان، إن لو حصل مثلا كسر في العظم أو شرخ مثلا، فبيبقى عندنا 2 options على حسب حجم الشرخ، يا إما بنركب شرايح ومسامير وده المتعارف عليه في معظم الحالات، أو لو مثلا هي حاجة كبيرة قوي ممكن بنلجأ للخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية دي بتكون عبارة عن خلايا بناخدها من جزء من الجسم بنزرعها في النسيج اللي احنا محتاجين ان هو يحصل له ريجينريشن. فالمشكلة في الموضوع ده ان هو الخلايا الجذعية دي يا اما بتتأقلم مع النسيج الجديد وبيحصل ريجينريشن للخلايا، يا اما ما بيحصلش. اما بالنسبة للطريقة التقليدية بتاعت الشرايح والمسامير، فهي مشكلتها ان هي بتبقى معدن داخل الجسم، فبيبقى فيه جزء برضو من الخطر على الجهاز المناعي. المشكلة التانية بالنسبة لمرضى السكر ومرضى سيولة الدم الى اخره، بيبقى عندهم مشكلة ان احنا بنضطر نعمل عمليتين، عملية عشان نزرع الشرايح والمسامير والعملية الثانية علشان نشيل الشرايح دي، فبالتالي ممكن يحصل لهم نسبة فقدان في الدم عالية وده بيكون خطر على حياتهم. فاللي احنا اشتغلنا عليه ان احنا بقينا بنطبع ماتيريال بايوديجرادبل وباي كومباتبل، بمعنى ان هي الجسم ما بيرفضهاش لان هي اوريدي جايه من الطبيعه، البي ال اي مثلا جاي من نشا الذره، وفي نفس الوقت هي البايوديجريديشن بتاعها مناسب، بحيث ان هي بعد ما لما بتتزرع والعظم يبدا ينمو فيها تاني، هي بتذوب تلقائيا في الجسم من غير ما تسيب اي اثار توكسيك في الجسم. فبالتالي احنا بنحتاج عمليه واحده اللي هي عمليه الزراعه. الميزه الثانيه عندنا في الطباعه ثلاثيه الابعاد ان احنا بناخد الاشعه بتاعه المريض، بناخدها فروم 3 دايمنشنز من الثلاث اتجاهات، وبنعمل البون سكافولد دي على قد حجم الشرخ بالظبط او على قد الفراغ اللي موجود في العظم. فده طبعا بيساعدنا ان هو بيقلل وقت العمليه لان هي بتبقى متفصله على حجم الشرخ بالظبط، فبالتالي مش بنحتاج نشيل حاجه من العظم عشان تتزرع جواه. هي الفكره كلها بتاعت البون سكافولد هي عباره عن استراكشر ثلاثي الابعاد بيبقى فيه مسامية عاليه، دي بتساعد العظم ان هو ينمو تاني فوقيها، وفي نفس الوقت هي بتدوب فالعظم بينمو بالكامل في المنطقه اللي هي كان فيها فقد. بس هي دي كل الفكره. طيب باشمهندسة، قبل ما اسال حضرتك عن المسابقه، فكره صناعه هذه الاله آلة طباعة ثلاثية الأبعاد دي ازاي قدرتوا تنفذوها؟ هو الفكرة كلها ان هو آلة طباعة ثلاثية الأبعاد هي من الآلات المنتشرة جدا، وفي كتب كتير اوريدي اتعملت عنها، واوريدي في كمان البروجرامنج بتاعها بقى حاليا سهل لان اوريدي الماتيريال بقت متوفرة في مصر. فهي بالنسبة لنا في الهندسة هي عبارة عن جنساري روبوت، فهو يعني في ناس كتير عاملاها، فهو الانوفيشن يعني مش ده اللي كان الصعب فيه بالظبط، يعني مش بالزبط. مش فكرة صناعة الصناعة هي اللي كانت صعبة، ولكن فكرة الطباعة أو الفكرة الحاجة أو الستركتشر زي ما كنت بتتكلمي اللي بيطبع، صح كده؟ بالظبط كده، هو الاستخدام بتاعها اللي جديد ومختلف لأن اوريدي في طلبة في هندسة كتير في كل الجامعات المصرية بيشتغلوا على آلات طباعة ثلاثية الأبعاد، والموضوع بقى منتشر جدا حاليا. طب والكلام ده اتطبق على حد؟ عملتوه على حد ولا هي الموضوع في سياق مشروع تخرج يعني ما استفادش منه حد أو ما فيش حد مؤهل إنه يستفيد بيه؟ هو في المرحلة الحالية بالنسبة للأبحاث اللي اتنشرت في الموضوع ده، فهو اوريدي في ناس يعني اشتغلت عليه من الناحية البحثية بره. ما اعتقدش ان هو لسه اتطبق على بني ادمين بصورة فعلية، بس في أبحاث كتير
اتنشرت على طبعا فئران تجارب. احنا في المرحلة الحالية بنستهدف ان احنا نحسن ونعمل اوبتمايزيشن للخواص الميكانيكية للبون سكافولد دي، لان نمو العظم في جزء كبير منه بيعتمد على ان هو بينمو في نفس البيئة بتاعته، فهو بالتالي لازم يبقى عندنا نفس الخواص الميكانيكية بتاعة العظم. فده اللي احنا شغالين عليه حاليا. والمرحلة الثانية ان شاء الله من البحث ان شاء الله ان احنا هنعمل تعاقدات مع الكليات الطبيه ان احنا نختبر الموضوع ده من الناحيه المعمليه سواء خارج جسم الانسان او داخل جسم الانسان. طيب بالنسبه للمسابقه، يعني فكره انه فريق هندسه المنوفيه فاز بالمركز الاول في المسابقه دي، كانت معايير اختيار فريقكم كانت عباره عن ايه يا باشمهندس؟ في المسابقه نفسها ولا في المسابقه؟ احنا في المسابقة هو غالبا، او خلينا كمان نعرف من البداية يعني فكرة اصلا الفريق نفسه وتجميع الفريق نفسه واعضاء الفريق، وبعد كده المسابقة ومشاركتكم في المسابقة واختياركم. هي تجميع الفريق هو الموضوع جه في اول السنة، انا كنت بدأت الماستر بتاعي مع استاذ دكتور احمد السيسي، فهو اللي اقترح التوبيك ده، فبدأت ريسيرش فيه، وبعدين حبينا ان هي تبقى وحده اديتيف مانيفاكتشر كامله تبقى في الكليه زي ما موجود في كليه وحده صناعه كامله، يعني او وحده تصنيع كامله ان احنا نصنع الحاجه فروم اي تو زي. فده موجود في جامعات بره كتير، ان هم بيبقى عندهم مثلا معمل مسؤول عن حاجه معينه بينتج برضه في نفس الوقت، ففي جزء طبعا عملي كبير، فكان صعب ان هو مثلا انا والدكتور ننفذه لوحدنا، فقررنا ان احنا يشتغل معانا طلبه مشروع تخرج. كنتوا كام شخص؟ كام الفريق؟ عدد اعضاء الفريق قد ايه؟ الفريق حوالي 12 شخص زائد انا والدكتور احمد. فاتكلمنا مع الطلبه وهم طبعا رحبوا جدا بالفكره ان هم حابين يتعلموا حاجه جديده. وبدأنا فعلا في الديزاين بتاع المشروع، وبدأنا بعدها عملية التصنيع، وبدأنا نشوف ايه المسابقات المناسبة اللي ممكن ندخلها، لان مشروع زي ده فهو حاجة كبيرة من ناحية التكلفة، فكنا محتاجين فند، فبدأنا نشوف ايه المسابقات المتاحة في مصر وبره مصر اللي تبقى في السكوب بتاعنا، فكان من ضمنها الهاكسون. وبناء عليه احنا وصلنا للموضوع. طب ايه اللي يخلينا نضمن ان هذه الحاجات صحيه؟ حضرتك قلتي ان احنا بنستخدم حاجات صديقه للبيئه وحاجات يعني ليها علاقه بال يعني تذوب في جسم الانسان، نسب الحاجات دي ضامنينها ازاي يا باشمهندسه سريعا؟ هو طبعا من ابحاث اتنشرت قبل كده مذكور طبعا الماتيريال اللي احنا استخدمناها، ومذكور برضو سرعة الذوبان بتاعها، وفي كذا بحث طبعا بيتكلم بنسب مختلفة. اللي احنا حاليا حابين نشتغل عليه ان احنا بنعمل عملية اوبتمايزيشن، مش عارفة الصراحة ترجمتها بالعربي ايه بالظبط، تعظيم يعني تعظيم تعظيم الفايدة من الدراسة يعني يا باشمهندس. بالظبط ان احنا نوصل لأدق نسبة تكون مناسبة، يعني ايه احسن نسبة تكون مناسبة للزراعه في جسم الانسان، لان هو اوريدي كل بحث بيشتغل مثلا على نسبه واحده وما بيشتغلش على باقي النسب، فاحنا اللي احنا متارجتينه في المرحله الحاليه ان احنا نوصل لانسب نسبه عن طريق بقى الديزاين اوف اكسبيرمنت والحاجات دي كلها. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا باشمهندسه المهندسه فرح تامر، المشرف على مشروع صناعه اله طباعه ثلاثيه الابعاد لمساعده ذوي الهمم. واكيد يعني هو زي ما حضرتك اتكلمتي هو لسه في طور البحث وتعظيم كمان فوائد او فائده هذا البحث، لكن احنا نتمنى ان هي تكون مفيده وانها تقدر تفيد ذوي الهمم كما هو المستهدف من بحثكم. صحيح.